بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتقدم للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما تقدم بخالص الشكر والتبريكات والتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد بنجاح موسم حج 1444 هجرية، كما أتقدم بخالص الشكر وجزيل العرفان لجميع الممارسين الصحيين الذين تواجدوا في موسم حج هذا العام وقدموا الخدمات الطبية لجميع الحجاج لمن احتاج لأي خدمة طبية. استعدادات وزارة الصحة كانت في موسم هذا الحج كانت بداية من قبل الحج بأشهر عديدة، حيث أصدرت وزارة الصحة الإشارات الصحية الدولية وتم رفعها عبر وزارة الخارجية لجميع الدول التي يقدم منها الحجاج المملكة العربية السعودية. وكان بعد ذلك الاستعداد في المنشآت الصحية بداية من المنافذ لدخول الحجاج، وهي 14 منفذا، منها جوي ومنها بحري ومنها منافذ برية. كما بعد ذلك لدينا بعد المنافذ في عندنا بعض المناطق التي فيها مدن حجاج نقدم الخدمات للحجاج فيها عند الاستقبال في هذه المدن بتواجد فرق طبية تقدم لهم الخدمة. نحن في المنشآت الصحية الدائمة نقدم الخدمة عبر 32 منشأة صحية للحجاج، فيها أكثر من 36 ألف ممارس صحي من قطاع وزارة الصحة فقط، وعليهم يمكن ما يزيد عن 5000 من القطاعات الصحية الأخرى، بالإضافة إلى أكثر من 7000 متطوع مشارك في الخدمات الصحية في خدمة الحجاج وخدمة ضيوف الرحمن. في خدمات المنشآت الصحية كما ذكرت أنه عندنا 32 مستشفى من وزارة الصحة، وهناك مستشفيات أخرى من القطاعات الصحية الأخرى، كما يوجد لدينا أكثر من 140 مركز صحي تقدم الخدمات الصحية للحجاج. في هذه المراكز منها 46 مركز عفوا في مشعر عرفات، و25 مركز في مشعر منى، و16 مركز في الجسر الجمرات، وستة مراكز في مزدلفة، والبقية في مدينة مكة ومدينة المدينة المنورة. الممارسين الصحيين جميعهم في هذه السنة تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل عالي المستوى كما في كل عام، وأضفنا في هذه السنة التدريب المكثف لتحديات ارتفاع درجة الحرارة وحارة الشمس، حيث أن الحج في منتصف فصل الصيف، وهذا قد كنا نخشى أن يؤثر على حركة الحجيج وإعيائهم أو إجهادهم من الحرارة المرتفعة. كان التدريب يشمل جميع الممارسين الصحيين على استقبال أي حاج مجهد أو لديه أي تبعيات لتعرضه للشمس، والحمد لله كان التعامل مع هذه الحالات من خلال بداية من فرق ميدانية وسيارات الإسعاف، ثم في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات. يوجد لدينا أكثر من 222 وحدة علاج ضربات حرارية في المستشفيات في المشاعر، كما يوجد لدينا سرير ضربات حرارية في كل مركز صحي من المراكز التي تم ذكرها سابقا. يمكن هذا باختصار مستوى الخدمات الصحية. أما من حيث الخدمات الصحية المقدمة فتجاوزت 140 ألف خدمة، تتراوح ما بين خدمات في الرعاية الأولية وخدمات في المستشفيات في الطوارئ، وكذلك بعضها عمليات جراحية لحالات طارئة، وكذلك بعضها إصابات المتعلقة بالتعرض للشمس أو درجات الحرارة المرتفعة. طبعا كان التحدي الأعظم اللي استعدينا له في هذه السنة هو الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، واستقبلنا أكثر من 8000 حاج في هذا الموسم بإصابات متعلقة بارتفاع درجة الحرارة، والحمد لله لم تتجاوز هذه الأعداد الطاقة الاستيعابية التي بنيناها من قبل الموسم وخلال الموسم، ولله الحمد تم استقبال الجميع وتقديم الخدمة إليهم. هذا باختصار ما تم تقديمه من خدمات لحجاج ضيوف الرحمن في هذه السنة. السلام عليكم. ابتداء نشكر منظمة الصحة العالمية لتواجدها ودورها الفاعل خلال موسم الحج، وهي استمرار لشراكة بين وزارة الصحة السعودية مع منظمة الصحة العالمية، ومشاركة ما تتميز به المملكة من تراكم الخبرات عبر السنين، سواء من الدعم اللامحدود والموارد البشرية والكوادر المؤهلة للتعامل كمنظومة متكاملة في تقديم أعلى درجات الرعاية
لأعداد كبيرة من الحجاج عبر مواسم الحج والعمرة طوال العام. ولدينا المركز العالمي لطب الحشود كمركز معتمد من منظمة الصحة العالمية ومركز متعاون في هذا المجال، وأيضا لدينا عدة مراكز مختلفة أخرى، أيضا لدينا مركز قيادة الطوارئ والأزمات، وتقدم هذه خبراتها في التعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل التقدم بالتخصص والعلم في هذا المجال ونشر الخبرة للدول الأخرى المختلفة. فتتميز المملكة ولله الحمد بعدد كبير من المخرجات العلمية التي تساعد الدول الأخرى من خبرتها المتراكمة. لدينا بروتوكولات صحية معتمدة، لدينا تقييم للمخاطر بأدوات معتمدة علمية تساعدنا على اتخاذ القرار الصحيح بطريقة صائبة، ونسعى لاستمرار هذا التعاون مع منظمة الصحة العالمية لضمان أمن وسلامة الحجيج خلال تواجدهم للمملكة وبعد رجوعهم إلى بلدانهم بصحة وسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أتوجه إلى المسلمين في كافة أرجاء العالم بالتهاني بعيد الأضحى المبارك، كما أنني أيضا أريد أن أقدم تهنئة خاصة لخادم الحرمين الشريفين وسمو الأمير ولي العهد ومعالي وزير الصحة، وكذلك قيادات الوزارة والعاملين معها متمثلة في دكتور هاني جخدار ودكتور أنس خان المتواجدين معي الآن، على موسم حج ناجح بكل المقاييس، فاق كل التوقعات. نحن كنا متواجدون منذ يمكن قبل اليوم الأول لبدء موسم الحج هذا العام، والذي شمل فوق ما يتجاوز 1,800,000 حاج هذا العام من دول كثيرة حول العالم، في وقت أعلن فيه المدير العام انتهاء أزمة كوفيد-19 منذ أسابيع قليلة. التجاوب وما لمسناه على الأرض وما شاهدناه من فرضيات ومحاكاة وتجاوب قبل بدء الموسم، ثم تلبية سريعة للطوارئ والاحتياجات المرضى، سواء كان المسعفين من قبل الوحدات الصحية أو المستشفيات أو في الميدان، الحقيقة حاجة تجعلنا جميعا نشعر بالفخر لما فعلته المملكة وتفعله، وتجعلنا كمنظمة نريد العمل معا سويا فيما بعد الحج أيضا لتوثيق هذه الخبرات للاستفادة منها في جميع أنحاء العالم ومن الدول الأخرى التي توجد عندها أيضا الحشود والتجمعات. نحن كمنظمة صحة عالمية ندرك تماما مدى الصعوبات التي واجهتها المملكة هذا العام، من حيث وجود أعداد كبيرة جدا في سن فوق 65 عام، كما أيضا في هناك احتمالية وفرضية كان انتشار أوبئة أو أمراض، ومع ذلك لم تسجل المنظمة أي حوادث أو أشياء خارج الإطار العام والطبيعي، وبالتالي نعتبر ما شاهدناه هو إنجاز بكل المقاييس. كما أن المنظمة أيضا تثني على المملكة العربية السعودية في استخدامها للتطور التكنولوجي، كما رأيتم يعني إذا كانت الكاميرات تتجول في الغرفة التي نسجل فيها الآن فهي مليئة بالشاشات الخلفنة لتوثيق جميع ما يحدث في المراكز والمستشفيات وعلى أرض الميدان للحالات والإصابات والإسعافات التي تجرى على أرض، كما أن أيضا المملكة استعدت ونحن زرنا ونحن قمنا بزيارة مركز العمليات في ميناء، وشاهدنا أيضا نظام كامل للتنبيه المبكر للحالات التي قد تطرأ أو قد تشكل ما نسميه بجائحة أو أمراض قد تسترعي الانتباه أو تستلزم التدخل السريع، ما نسميه نحن في المنظمة Early Warning System. كل هذا يجعلنا أن نحن نبقى فخورين جدا وممتنين للوزارة
وللمملكة ولكل القائمين والعاملين عليها وعلى نجاح هذا الموسم بكل المقاييس. نتمنى أنه طبعا كما ذكر الدكتور هاني ودكتور أنس أن يستمر هذا التعاون وأن في الأعوام القادمة، وأن يستمر أيضا نقل الخبرات الجيدة التي تحدث الآن في المملكة العربية السعودية لكي يستفيد منها دول العالم. أكرر تهنئتي مرة أخرى وأشيد بنجاح هذا الموسم، وأتمنى للمملكة العربية السعودية كل التوفيق والخير في المواسم القادمة. شكرا جزيلا.